انسجاما مع توجيهات وزارة التربية في مجال تطوير المناهج التربوية وانطلاقا من حبه للغة العربية، حول مدرس من أبناء محافظة درعا دروسا من المنهاج المدرسي إلى أعمال فنية ومسرحية بهدف إيصال الفكرة لطالباته بطريقة أسهل. عملنا على تقديم الفقرات الفنية من أعمال مسرحية وأعمال فنية في خدمة المناهج التربوية. لدينا في مقرر الكتاب لطلاب الصف التاسع في مادة اللغة العربية موضوع تعبير يتحدث عن السيرة الذاتية، فوجدنا أن خير ما نتحدث به عن هذه السيرة الذاتية هي سيرة الوطن الغالي السورية في هذه الفترة والأزمة التي مرت بها خلال هذه السنوات الماضية والقاسية على الشعب العربي السوري بجميع أطيافه وجميع ألوانه. قمت بتحضير تلك الدروس وتحويلها إلى أعمال فنية وأعمال مسرحية تخدم هذه الفكرة وتوصل المعلومة للطالبات بالصورة الأسهل والأسلم، لأننا وجدنا أن ما يكون عن طريق تنفيذه عن طريق الأعمال المسرحية والأعمال الفنية يكون راسخا في ذهن الطلاب، فما يصدر من القلب يقع في القلب دون مشقة أو عناء. كان دوري إنه هو الأم اللي فاقدة ابنها، ومن كثر الشوق لابنها كان عندها يعني فقدت عقلها. استمتعت كثير وعن جد عشت الدور حقيقة، وحتى فهمنا الدرس الطريقة يعني من بتلامس الواقع. الفضل كله للأستاذ زهير أبو حامد، هو عم بيقوم بتوصيل الفكرة بطريقة أسهل من خلال هذه المسرحيات والفقرات الفنية التي تجسد الدروس. أنا كان دوري إن الطفل اللي فقد أمه، وأني عشت الدور، كان كثير الدور حلو استمتعنا فيه. ها هي الشام تأتي لتمسح الجراح وتعيد العمل من جديد.